طبعا هو كابتن احمد كنكون وكابتن عمرو انور من دول فريقين، هو رجل محترم رجل مهندس، هو عارف امح انا خلاصي امح هو نجي ونقول احسن قناة الحمد لله نجي شباك ومن اهلي فوز ناجي ماشي ومزعلهمش ومنجو لعيبة عندها حمل رقم جنية من رقم جنية من وزفتها كابتن تامر حسني يجمل حبيب قلبي جوه سيرجيو نشكرك نحبك قد ايه وشعيب وانك ايه شرع يفوز النادي الاهلي من جمالك وتحقه الاهلي يكسب الزمالك وبنجو اللعيب قويتها اللعيبة عمل انا جاء اللعيبة عمل اجا كلها وتحقق كابتن انور عمر انور مدير فني يستحق يفرح الزمالك وصراحة كابتن احمد كاهل الفرح لي سواء جاني انا شكرا كابتن احمد انا جالك انت عشان انا جبت جون الهدف شبيه كلامه وبين تعيده يا رب الى فريق اول ورب يجف الجو ان شاء الله بس يستحق الان يستحق التنادي هيرجع فريق اول وانت ان شاء الله انا اشكر كابتن اسامه حسني وطبعا حق النتاجة الفوز من الاهلي ويستحقه الاهلي يفوز على الزمالك لعبت الاهلي حبايبي وجمهور انا حبايبي ان شاء الله الاهلي الجامعة الجزيرة ان شاء الله الجامعة مش على الزمالك الجامعة الجزيرة ان شاء الله ناشد جمهور الاهلي فوز ناجي طبعا جمهور الاهلي حبايبي كلهم حبايبي ولعبت الاهلي وجد عمو فنور الكنا بتاع النادي الاهلي كابتن اسامة حسني اشكرك اشكرك كثير على الهواء كابتن اما الجامعة بس كثير انا بحبك قد ايه شكرا سمعني